احنا عندنا هاي المشتقة الاولى، هاي المشتقة الاولى. هسه نريد نشتقها اشتقاق ثاني. اسهل شيء للطالب يشيل لي هذا القوس يصعد لي فوق، يكتب فتحة اكس 2 اكس تربيع زائد 2 سالب 3 على 2. احنا فهمناكم، قلنا هنا الاس موجب تصعد فوق يصير الاس مالتك سالب. فكر لي زين على يا قاعدة تشتق، راح تشتق على القاعدة السابعة قوس مرفوع لأس. إذن راح أقول F فتحتين X هاي 2 سالب 3 على 2 X تربيع زائد 2 سالب 5 على 2 سالب 3 على 2. إذا نطرح منها واحد أصير سالب 5 على 2، وإذا شفت سالب يصير سالب 3 سالب 2. احنا قلنا البسط ناقصنا عفوا المقام، هذا البسط ناقصنا المقام على المقام في مشتقة الداخل اللي هو 2x، لأنه أني دا أشتق حسب القاعدة السابعة. أنت عندك هاي الاثنين ويا الاثنين، يبقى عندي سالب 3 أضرب لي إياها في 2x راح يصير سالب 6x. هاي الكمية اللي أسها سالب وين تنزلها؟ نزلها بالمقام، تصير x تربيع زائد 2 أس 5 على 2. هذه هي المشتقة الثانية. أعيد لكم الشرح، هذا المقدار نصعده فوق، هذا صار الأس سالب. من شفت قوس مرفوع لأس، إذا أنا الاشتقاق مالتي حسب القاعدة السابعة. القاعدة السابعة هذا الأس ينزل يم الاثنين، نزلنا الأس يم الاثنين، طرحنا من الأس واحد سالب 3 على 2، طرح منه واحد يصير سالب 5 على 2. آخر مرحلة أضربها في مشتقة داخل القوس. عندك هنا 2 ويا 2 اختصرناها سالب 3، إذا ضربتها ب 2x تصير سالب 6x. هاي الكمية لأنه سالبة هاي الكمية ونزلتها بالمقام، هسه راح أساويها للصفر. نساويها للصفر. الباسط أي قلنا أي كسر من نساوي للصفر نصفر الباسط. نقول سالب 6x يساوي صفر، إذا x يساوي صفر، لأن أنت راح تقسم الطرفين على سالب 6، إذا الـ x يساوي لي صفر. هذه عوضها بالدالة الأصلية اللي هي f of x يساوي x على جذر x تربيع زائد 2. راح يصير f of صفر صفر على جذر صفر تربيع زائد 2. إذا f of صفر يساوي صفر. هنا صفر صفر نقطة انقلاب مرشح. طيب هسه يقول لك انت صفرت للبسط، ليش ما صفر للمقام؟ احنا من البدايه من المجال قلنا المقام ما يصفر، فانت المقام هذا، هذا المقام اللي هو اس 5 على 2 هو ما يصفر، اكس تربيع زائد 2 هو كميه موجبه لا تساوي صفر مهما كان الاس اللي عندك فوقها. زين هسه نجي نبدا مرحله الاختبار. راح نختبر هنا، نخلي هنا x يساوي صفر، هاي اشارات فتحتين x، ناخذ رقم اكبر من الصفر ونعوضها بالمشتقه، المشتقه هذه المشتقه الثانيه، اكتبها هنا المشتقه الثانيه حتى يبين الاختبار عندك. هاي سالب 6x وهنا جذر، هنا راح يصير عندي x تربيع زائد 2 بس 5 على 2. أعطي ملاحظة للطالب، شيء يعوض بإكس، شيء يعوض بإكس، يربعه، إذا صفر يصير صفر، وإذا سالب يصير موجب، والموجب يبقى موجب، وإذا ضفت له 2 هاي الكمية دائما هي كمية موجبة، فيقدر الطالب ما يعوض بالمقام، ما يحتاج أنت تعوض بالمقام، لأنه شو تعوض؟ شو تعوض؟ يطلع موجب. فأنت شوف لي بس البسط، هسا أخذنا إكس يساوي 1، فتحتين 1 سالب 6 في 1 على قلنا المقام ما يتعوض بس ما يخالف، هاي 1 زائد 5 على 2، 1 تربيع زائد 2 احنا نقول كمية موجبة، المقام موجب،
سالب 6 يعني يعطيني سالب. اذا هاي الكميه كلها صارت، هاي الكميه سالب. هسه ناخذ اف اوف فتحتين سالب 1، ايش راح يصير عندنا؟ راح نعوض سالب 1 هنا، افضل هنا راح اعوض سالب 1، هذا سالب 1، هنا هم سالب 1، هنا سالب 1، الكل تربيع. احنا حكينا قلنا المقام شو تعوض به؟ هو موجب، سالب تعوض موجب لانه دا يتربع هذا، بس سالب 6 في سالب 1 شو يصير عندي؟ موجب. اذا هاي الجهه صارت موجبه، هاي اشاره اف فتحتين اكس. اذا اف فتحتين اكس موجبه الداله مقعره، واذا اف فتحتين اكس سالبه الداله محدبه. اذا هنا وصلنا الى نتيجه انه 0 0 هي نقطه انقلاب للداله.